نهاية اليوم الأول لمعرض الإمارات للوظائف لعام 2017، طبعا شهدت منصة إقامة دبي إقبال شديد من قبل الباحثين عن العمل، حيث تم استقبالهم من خلال موظفينا وإرشادهم على كيفية التقدم لطلبات التوظيف عن طريق التطبيقات الذكية. وفرنا عدد 5 عبادات بالإضافة إلى الهواتف المتحركة لاستقبال الطلبات. يقوم المتقدم للوظيفة بتعبئة نموذج الطلبات بحيث تصله رسالة برقم الطلب، ويتم استدعائه للمقابلات التي تم تشكيلها هنا في معرض الإمارات للتوظيف.